السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل: مفاوضات مسقط تتسع والسعودية تكشف نص اتفاق مع الحوثيين. وإلى التفاصيل. وسعت الأمم المتحدة اليوم السبت مفاوضات اليمن والسعودية التي تحتضنها العاصمة العمانية مسقط منذ الأسبوع الماضي. يأتي ذلك في أعقاب تحقيق اختراق لأهم ملفين. وأفادت مصادر دبلوماسية بقرار المبعوث الأممي تمديد الجولة الحالية من المفاوضات مدة إضافية. وأشارت المصادر إلى أن التمديد جاء عقب التقدم بملفي الأسرى والحجاج اليمنيين في السعودية، مشيرة إلى أن المبعوث الأممي والوسطاء الإقليميين يسعون لتوسيع ملفات التفاوض لتشمل كافة الملفات الإنسانية العالقة. وأوضحت المصادر وجود مفاوضات جانبية بالتوازي مع مفاوضات الأسرى، متوقعة تحقيق مزيد من الاختراق للملفات العالقة. وكان وزير الخارجية السابق في نظام صالح أبو بكر القربي والمتواجد حاليا في مسقط اعتبر التقدم بملفي الأسرى والحجاج مؤشرا على نجاح الوساطة العمانية في ترتيبات بناء الثقة والتحضيرات لمفاوضات الحل السلمي السياسي، متوقعا التوصل لاتفاق ينهي معاناة الشعب اليمني. وتحتضن مسقط مفاوضات منذ الأحد الماضي لتتمكن نهاية الأسبوع من إعلان تفاهمات كبيرة في أهم الملفات على واقع تلويح صنعاء بخيارات عسكرية. ومن بين الملفات الإنسانية التي يتوقع الاتفاق عليها الاقتصاد ورفع الحصار إلى جانب الأسرى. في سياق آخر، كشفت السعودية تفاصيل اتفاق جديد مع صنعاء، حيث أكد الصحفي السعودي حسين الغاوي بأن الاتفاق تضمن السماح لضائرات اليمنية بإعادة اليمنيين إلى صنعاء. وكانت السعودية قد احتجزت نحو 1300 حاج يمني قدموا من صنعاء بذريعة احتجاز دائرات اليمنية. وظلت الرياض تعرقل عودة حجاج صنعاء حتى قبيل انتهاء المهلة التي حددتها القوات المسلحة اليمنية، على لسان متحدثها العسكري العميد يحيى سريع. وسمحت السعودية أمس الجمعة برحلات مباشرة بين مطاري صنعاء وجدة. واتفاق نقل الحجاج جزء من تفاهمات أخرى تتحدث تقارير إعلامية عن التوصل إليها لتلافي العودة للتصعيد العسكري في اليمن. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.